مأمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل: جميع ما تقدم من المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. وحان كسو جرني وعن نقين النحوذ لما أربض إيكا على شاء الأحكام الإفرادية يا الأحكام التركيبية لما أربض إيكا على شاء غيرتي هوري على الأحكام الإفرادية يا الكجري وحن كسو بحني باب الكلام باب الإعرابي وحن كجري باب معرفة علامات الإعراب باب كأي نودن بيجي وحن صور شيء باب معرفة علامات الإعراب لما أرمض إنه كهذا لي لبدي أجرومية معربات هي علامات الإعراب وصول شرحني وحد كان مجرين الحمد لله وحد زيادة هاي الحالة يكون دري اسمي مثنها وحن نرى ملحق بولي هاي جمع مذكر سالمنا ملحق بولي هاي جمع مؤنث سالمنا ملحق بولي هاي سد حلاسة ملحق يا شاسد وضبا جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم يوم مثني سد حلاسة ملحق يا شا سد حلاسة ملحق يا شا نوحد كينا يا مذول بشروط بولي هاي شروطي سويحي اللي قوايو او سيدي سوكر الله اعرابا يا ملحق لي راه ذا حالا واحان شاقني مثنها شروطي سا تضبا شرطي ما يهايين لكن شان شرطي ما شاقني ولبا تضبا شرطي لح شرطي عن شاقني حالو بابا نغم بغن كليها دي دبا هان لو سيفيريو كان مسيد بضنا لكن مركنا نغان دونا ان شاء الله تعالى شانتي شرطي عن شاقني واحي اهايين مثنها اسم لما تثنيين كرو و إلا تثنيين مبا بنانو إلا شنطا شرط اللهيرو شرطي غوري وإنو مفرد ليهي مفرد لغسو التثنيين وإنو ليهي وشرطي شرطي لباد مغرب وإنو يهي اسم مبني إلا مبا تثنيين شرطي لباد وي شرطي سدحات مركب وإنو سنهين تركيب مزيا بعلى بكا حضر موتي وحي لميد لبا تثنيه شرطي افراد لبدا اسميه اللي اسكو تثنيين يا لفظا ومعنا وين اسكو وافقا اسكو لفظي وين يهين زيد يا زيد وكله محمد يا محمد وكله وين يهين اسكو معنا وين يهين اسكو جنسي بني ادم وين اسلا يهين اما حيوان كما لا يعقل وين اسلا يهين اما غوريه وين اسلا يهين شرطي شرادة أولاً بيو مثنها وحكا كافيو وإن الليهلي اسمي أن تثنيين تأت تثنيين وحاد كغمار مكرتو وإنو سان إماني هدي لغمار مكرو أو اسمي أن بوسكي سوح جيلي كرو سلمار كانا هدي لا تثنيين يمعنه فائدين لها فائدين يو لغنا مار مكرو هدي لهيلي يمبال التثنيين يو اسمي أن كلاقي لغمار ميو أيال لاستعمالي أسماء العدد كان كشيقني ووحا نري أسماء العدد لما تثنيه يو لما يلما إسو تمي أفر صمهان أفر تاسي ما تثنيه نيسي هذا عي وعذا أتثنيه ني أربعة تراك وغفلة أربعة يا أربعة إسو تمي ما تثنيه نيسي وآيو ثمانية تراك وغفلة أسماء العدد إذن الله والنوعس شنطة الشرطي مثنى وإسكالها ايا زائد نو هايو حالا ان قادرني شنطا شرطي وحي لغا وايو اسلا ماركا اسوغو لا تثنيين ايا سيدا تثنيين دي لو اعراب اله شنطا شرطي وحي لغا وايو لبا تثنيين كرو اسوغو سيدا تثنيها لو اعراب ايا هداد اركتو اسميغا واحد ليدا هي ملحق بالمثنى مثنها ايو ملحق ايهي عاو وحن قادرنا ان شاء الله تعالى يو زائد نو نقدونا مثنها ملحق ريسي يا خا ريمودو مثنى هل هليشيه يوم الحق ان الله
مصنف كابا شيء دونا أفر وشيء دونا أننا نمد أن قدر دونا شن واي شن تاسي أي زائد نقول نقول دونا أبيات اللغو جمعين أي شن تانا وصوقري أحمد نبو قيبيان فيلا يا إن شاء الله فركا وان أبيات تاسي أي فهم دونا إن شاء الله تعالى باب كان وحو كهض لي باب معرفة علامات الإعراب عن صوم مرني أبو قيبين أي معربات كي سديد أها سديد معربات كهي أي والله بقى قيبين يا الجرم يجوا كسوة مرة عبريت يا رواك كسوة مرة واحد أجمع الله بقى قيبين يا أفر كم إذا حركة لو إعرابة أفر نحروف أي لو إعرابة أفر تحركة لو إعرابة يو واسم مفرد يا جمع التكسير يا جمع بأن تصالم يا فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء حركة لو إعرابة سنة حركة لو إعرابة يا سنة بعدين دوروانا صوبرني أفر نحروف أي لو إعرابة جمع المذكر السالم هي أسباء الستة هي التثنية هي أفعال الخمسة أفرتنا حركة لو إعرابة قابك حركة لو إعرابة هي وصوبرني بس نو شيء دونا وحن زايد مجرو كلمة مصنف كوح الزيادة دونا مثنها ملحق ديسة جمع المذكر السالم ملحق ديسة جمع مؤنث السالم ملحق ديسة وقدر دونا وحن كده تجد دورنا جمع مذكر سالم ملحق ديسة مش شرح دورنا سوى اسكنا فيه سبب جوا حويا جمع مذكر سالم ملحق ديسة وحقا وخير أذقيه كمان مربع مركز سفي على أفر قيم وقيم سمي دورنا مربع سفي على الله شرح دورنا إلى أن قبة تاو حيالها عصب ما مدونين إن يرى الله قبان كانوا يندون إلى أن كن زيادة سيادنا هل قروا حد نحونا على شيء ينحقلي وأي هوري كركا ينكسوا بربرانيين لكن هذا الجذع الأجلي هاي ترتيب ترتيب عن الجذع الأجلي هاي أرجع نحوذي يا رسمي يا رسمي هذه أيام سفي على عروش وسي جلي هاي نهدر واحد نقد ما وحير ونقد دورا كتاب كم رخ عنده ميلو إن شاء الله تعالى وأرك دورنا وياي وعن صور شغلي مثنها شن شرطين ولها شن تشرطين سفي على الله حفظيه يلا جروي لفتي سنظمي بالغو جمعيا نظمي مربع قولي دونا حقات يادو وطاير وغتقي مركا نظمي قاس مربع قولي دونا إن شاء الله تعالى لكن كوركا حفظية شرطة الشرطي جميع ما شيء لما أنت تقدم صهر مري من المعربات المعربات كحال وكبدي هاي معربات كي سديد ضمان قسمان اللي بقيم قسم غيب يعرب وحا لو إعرابة بالحركات حركة لو إعرابة وقسم غيبنا يعرب وحا لو إعرابة بالحروف حروف أيا لو إعرابة فالذي قيب كي يعرب اللغو إعرابي بالحركات حركة اللغو إعرابي أربعة أنواع أفر نوعي أفر نوعي حركة اللغو إعرابي الاسم المفرد اسم المفرد واتقالنا اسم المفرد الشيء قد أقوم بأهلي وجمع التكسير إيا جمع التكسير واتقالنا أسم وجمع المؤنث السالم إيا هوين كجمع عيسي نمد قلت وجمع المؤنث السالم هوين كجمع عيسي نمد قلت إيا والفعل المضارع وفعل مضارع الذي فعل مضارع ولم يتصل أسلح لرسني بآخره ما شو قدم الشيء ونحو أسلح لرسني وكلها أفرت الضمان توضع ترفعوها الغرف يا بالضمة تنضم الغرف إني حالة روح عمر كجوار أفرت الضمة الغرف إني وتنسبوها الغنى سبيني بالفرحة فرحة الغنى سبيني أفرت فرحة الغنى وضع نسبيه سدها فرحة الغنى سبيا جمع معنى تصالم دي كسر الغنى سبيا وان نقانا وتحفظوها الغنى خفضية بالكسرة كسر الغنى خفضية هي وحالة خفضنا ورتوا مركة ورا اسم اسم جنا ما لا ينصرف كسر لغو مخفضية فتح لغو خفضية لكن انت كان كسر لغو خفضية وتجزم وحا لغو جزميني بسكون سكون ايا لغو جزميني وحا لجزميني ايا وفعل فعل فعل مضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ايا افرت كم اذا هاسوبها معتل الاخر هدي او نغضو ايا سكون لغو جزميني انو حذف حرف العلة لغو جزميني وخرج وحا كبحي من ذلك سلا انصو شيء وحا كبحي ثلاثة اشياء سد حرمه الاسم الذي اسمه لا ينصرف وانصرف مين مفردا كان مفرد هيا او جمع تكسير او جمع تكسير هيا فانه اسمك ما لا ينصرف يخفض وحل وخفض يا بالفتحة فتحة وخفض واقول ما لم يضاف وهدي ان لا اضافين او تدخل ما ينجرين عليه كركيس ال ينجرين وجمع المؤنث سالم جمع المؤنث سالم لو بحي فانه جمع المؤنث سالم ينصب وحل ونصب يا بالكسرة كسرة ونصب يا والفعل المضارع وفعل مضارع نو بحي المعتل الاخير اخر كجرن فانه فعل غير مضارع يجزم وحل وجزميا بحذف اخره اخر حذف كسر وجزم حذف حرف الا لوجزمني وقد تقدمت ويسو هرمتي
أمثلة ذلك كوا مثال ذلك وصبر مركا إن هذا ديب لو نقض لو مبه أنا نول بوحي في سيئة نقرتي واي إن شاء الله واي هي. والذي قيب كي يعرب لغو إعرابي بالحروف حروف لغو إعرابي أربعة أنواع أفر نعوي حروف حلو إعرابة وأفر نعوي المثنى مثنى إيه وما وحي حمل الوحن باري عليه مثنى الوحن باري مثنى يوحي الوحن باري حرف لغو إعرابي وجمع المذكري رقى جمع عيسى جمع السالم إبت باري إيه وما وحي حمل الوحن باري عليه جمع المذكر سالم الوحن باري يوال أسماء وأسماء الستة اللحدة هي يوال أمثلة مثال الذي الخمسة شنطة هي الأمثلة الخمسة أفعال الخمسة قوة ها قرن وين الأمثلة مثال الذي أفعاشي الخمسة شنطة هي قوة حركة لو إعرابة مركا قابك حركة لو إعرابة يروى إنه قوة توضيحية فأما المثنى مثنى فيرفع وحى الغرف إياه بالألف ألف إياه الغرف إياه وينصب وحى الغنس بيا ويجر لون جراب الياء ياء الغنس بيا لون جراه يا ذي المفتوح لكر دقي ما حرف قبلها كهرية حرف كهرية وكر دقي يعني المكسور له صدق ما حرف بعدها كذا بينا له صدق يا ذا مثنها الغنس بنا يا أمل لون جريو فتحة كهرية كسرنا وكذا بيش محمد ديني يا ذا محا كهرية دال كر دقي محا كذا بينا نون صدق المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها سداس وجيدا والحق وحا لها ليشي به مثنى وحا لها ليشي اثنان يوثنى ثاني مطلقا حالا ينكم الله اطلاقه وكلا وكلتا يا لها ليشي شرط اضافتهما الى الضمير سب في عن افهم نظم يقرا ترسي مكا ضمينه اي المعنين دوناي مثنى وحا ملحق النقضي او سيدا مثنى هو كلا لو اعرابا شن أريمود شن شيء يا مثنها ملحق النقض وصيدا مثنها الله إعرابي لكن مثنى في عنامهين شن تاسيدا مثنها الله إعرابي ملحق إنا النقضان ومثنى النقوة ينوحى كيني شروط مثنها الله شرطين يلغهين ولبا شرط يقوه الرئي يلغهين شرط يقوه الرئي هو مفرد لغسو التثنيية وإنو ليه ولا المفرد ولا اسكو دراي ولا تثنيه وانو يحي شنتري شنت بمفرد مره مفرد ليس تثنيه مال ايوه سنه تثنيه او اي بابا لا اركي عرب لا مقلي ايوه مفرد ولي ود لما مقلي شنتاسي افر مصنف كقريه هل لو كتري هل كليو كتري افر مصنف كقو قري افر تو قري واخا وي اثنان اثنتان كلا كلتا أفر تسوي إثنان إثنتان كلا يا كلتا إثنان لبن لبنين إثنتان لبن قبضو كلا لبنين كلتا لبن قبضو اللفظ يعني إثنان يا إثنتان واللفظ لبن روح تسيو لبن روح يكون دعية لا كلا يا كلتا سنو كلا لبن روح يكون دعية لكن مفرد لغسو تثنيي مبلها اثنان او مفرد او هل قف كلي اثنون للي هاي ولغا مارك وحجر ما اثنتان والا هل قبرو اث وحجر ما كلا ايا لمدة هل قفو كلو للي مارك وحجر ما كلتا والا مد هل قبرو كلتو للي مارك وحجر ما يعني الفاظ المفرد لغسو تثنيه مبلها سيدان وبابا الله اركي شروط مثنهنا شنتي شرطي كي اهري وحو اها مفرد لغسو تثنيه وانو ليه خاصة شرطي اها شرطي قاسي لغا واي مر هدي لغا واي مثنى وي مدهيس واي مثنى وي هدي اطر انك نحو ذي يقانا مركي باكو قبسانيا وكنا كل ايه هدي مثنى تاي مفرد كي لغسو تثنيه إلا مثنى شروط دي سواحة أهر رأيها مفرد لغا تثنيه وإنو ليه مفرد كيسي إيه شيء وخده ما شيء خده مرها دادا شيء كرين مثنى ما أها نحو إنا دان أقولين بونا هلفا أكوه قاد مركيبا يقول إني هو نحو أدقو ما تقاني دي أرد مطممك حتى ما تقاني نحو كلا دافي أجرومي كريا دا خلصتايا نحو ما تقاني ننضاف إلا أجروم مركان سوسع عني عمريتي مركان سوسع عني إثنى ثاني مثنى هانا عربي
أو إثنان مثنى مرفوع علامة رفع على الف ويان لهن ما هذا عي هو جا ملحق ما أن جرني شروط مثنى ما أن جرني لكن هذا النحودي يعني علاش أقول لك وكله في هاي سفي أنا وكلا صار هاي ما هذي أن كلا صار إنه مثنيه شروط دي سوى إنا برنا وحي ملحق هو أنا وإنا برنا شروط مثنى هو عكم إذا مفرد لجسر تثنية وإنه ليه إثنان يا إثنتان يا كلا يا كلتان أفر تلفظي مفرد لغة سوى التثنية ملها وان قرر لي أفروا شيئا هلو كتغي هلو كتغي محاوي مسمى به الله كانوا كتغي مسمى به مسمى به معنى هذا وحوي اسم التثنية عادية التثنية دي عادية الله محمد داني أوكري يعني هل لين أبحسي هل لين محمد داني أبحسي وانا هل لين أدوك عن والقود شيء عن قيمرك وقود شيء يا محمد داني ما قاعد أقول إكتيبه هم محمد داني تثنية معها هل قفوا ما قاعد وياه لكن سيدي تثنية كلا الله إعرابية وايو تثنية دي ما قاعد كده إكتيبه روح هل قف ما قاعد أقول إكتيبه عيناني أيا تروح بحسة هنداني أيا تروح بحسة مسمى به بليلة مسمى به كي ما قاعد على قد إكتيبه ومثنيه ما قاعد على قد إكتيبه شن تالفري أيا مثنها ملحق النقطة إثنان إثنتان كلا يكلتا أفرتا مصنف قري هي مسمى به الله وله كي مجا على جد كتير مثنى مجا على جد كتير والروح عن مجا عوجا بحسي مجا عوجا كتير أنت عمرك هسيدا وفهمته كلا واحد كون دبل مثنه ملحق ليس واد فهمته سماه كلا واحد كون دبل شن تالفري مثنها اللي هليشين يو وسيدا مثنها الله العرابي لو سد حذن كان وكتجا يا لبا ظهر اثنان يا اثنتان يا مسمى به كي ما على قد يكتوي سد حلاس شرط مر حلو ما شرطيني اثنان يا اثنتان ما كان اركتو مسمى به ما كان اركتو وصلنا يبل حق ويه مر بهذا اركتو خلاص شرطنا مر كلا يا كلتاسه مثنها ملحق وحي قلنا قريان هل شرط مركي له هلو هل شرط يا لو شرط اي هل شرط لو شرطين شرط قا وها وي كلا يا كلتا مروا بالمضاف اي نقول يعني مضاف اليه جودا وين اسم مفرد اي وا وين الضمير نقول كلا يا كلتا وان لو اضافه يا ضمير مركه سي ملحق نقول يا او كلاهما كلتاهما وان لي لهنا يا ضمير مو اضافه يا اسم شرط قا هدي لوايو واسم ظاهر الله إضافيه ماشي كلاهما أدريه لهيد يد كلا الرجلين تري كلتاهما ماشي أدريه لهيد يد كلتا المرأتين تري مربى هدي الله إضافيه اسم ظاهرة مثنى ملحق من قرية المكاس حين قرية سيدا اسم مفرد الله إعرابي حركة الله إعرابي لكن حركة ده مقدر نقول معتلى نقرية كلا يكلتا معتى الألف كجرنا نقرية حركة مقدرة ألف تدوش هذا اللي هو قدر أيوه أيها اللي هو إعرابي أنك هو عليو شنطة اللفظية مثنها الهليشين أيوه سدح كم إذا هو شرط الآن إثنان إيا إثنتان إيا مسمى به وكتغي أيوه سنقوري سدح لا وحب الله ما شرطنا أيوه لبدك لي واكلا إيا كلتا مثنى وحي ملحق النقر أيان وكلئة هل شرط هدي الله له هي شرط قاسي ضمير إن له إضافية وكلاهما كلتاهما لي هذا أما هدي اسم الظاهر إن له إضافية وكلا الرجلين كلتا المرأتين هدي لي هذا كلتا الجنتين آتت دخولها أوكلي هدي اسم الظاهر إن له إضافية اسم المعتل ألف كجرنا إن قريان حركة مقدرة له إعراب حركة مقدرة لا اسم ألف كجرنا محل قسمين يجري سدح الحركة هو المقدر يجري صوماهي كي اي نقول ايان اسم المعتلى الف كجر سدح الحركة اللي قدر اي نقول ايان انت اصور واي نقول شيئا هكذا واي فاما المثنى مثنها فيرفع وحا لغو رفعيها بالالف وينصب وحا لغو نسبيها ويجر لغو نجرى بالياء يأذي المفتوح لا فتحيه ما حرفك قبلها كهرية المكسورة لا كسرية ما حرفك بعدها كضمية وألحق وحا لها ليشي به مثنى وحا لها ليشي وألحق وحا لها ليشي به مثنى وحا لها ليشي اثنان واثنتان هي الاهليش مطلقا حال ايهم كوا وحل لو شرطين مطلقا وحل جيدا وحل لو شرطين مايو اثنان هي اثنتان وحل لميد مطلقا ايغنا وحل لو شرطين مسمى به
ومحمد داني يروح بحسن وكيائي وكلتان ولا هليشي بشرط إضافتهما وإضافين توضع يا شرطيا إلى المضمر ضمير وإضافي مركي ضمير وإضافي مركز ملحق نغونا يعني. نحو جاءني كلاهما وكلتاهما جاءني كلاهما وكلتاهما جاءني وحييمي كلاهما لبدي نمبه وإيمان وكلتاهما لبدي كبرون وإيمان. جاء فعل الماضي المبني على فتحة الله محل له من الإعراب والنون نون الوقاية مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب والياء مفعول به مبني على السكون في محل النصب. كلا فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه على لفه نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. كلا مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وكلتاهما الواو حرف عطف كلتا معضوف على كلا والمعضوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ألفه نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. كلتا مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وياه. ورأيت كليهما وكلتيهما رأيت فعل وفاعل حد الفعل رأيت أنا وفاعل واتقن المرينية كلي مفعول به لرأي منصوب برأي وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. كلي مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وكلتي الواو حرف عطف كلتي معضوف على كلي والمعضوف على المنصوب المنصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفرحة لأنه ملحق بالمثنى. كلي مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر كلتي مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. ومررت وعن صومر بكليهما وكلتيهما بكليهما لبدي وين يا وكلتيهما لبدي قبل رضا وصومر مررت فعل وفاعل بكلي الباء حرف جر كلي مجرور بالباء علامة جر الياء نيابة على الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. كلي مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر وكلتي الواو حرف عطف كلتي معضوف على كلي والمعضوف على المجرور مجرور وعلامة جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. كلتي مضاف هما مضاف إليه مبني على السكون في محل جر سلا وإن ضمير له إضافية هذه أن ضمير له إضافية إن اسم ظاهر له إضافية كور فإن أضيف هذه له إضافية كلا يكلتادي إلى الظاهر ظاهر هذه له إضافية كان وحي أهانيان بالألف ألف كما هو تو في الأحوال ثلاثة سبعة حالة ألف وضنيان وكلا أهانيان يكلتان ما اللي بدل يأمى كديكة وكان وحونا نقول إعرابهما إعراب كودا حركات حركوين حركوين كو مقدرة لقدري في تلك الألف ألف تعد أحد هذا قدري يعني حركة ألف تكون كذا لقو قدري أي نقولي نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين جاء فعل ماض ونون نون الوقاية والياء مفعول به تعدا كمله وأن قرنا أمرين كلا الرجلين ومحل شاهد كلا فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره ووحي لمن نقولي جاء الفتاة أخرى كي ألف تكجرنا هو اسم ألف كجرنا ونغالي كلا فاعل جاء مرفوع بجاء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره كلا مضاف الرجلين مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جري الياء نيابة عن الكسر لأنه مثنى والنون عوض عليه تنوين في الاسم المفرد وكلتا الواو حرف عطف كلتا معضوف على كلا والمعضوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره كلتا مضاف المرأتين مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الياء نيابة على الكسرة لأنه مثنى ونون عوض عليه تنوين في الاسم المفرد. ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين مررت فعل وفاعل بكلا الباء حرف جر كلا مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره كلا مضاف الرجلين مضاف إليه وكلتا المرأتين الواو حرف عطف كلتا معضوف على كلا والمعضوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره كلتا مضاف المرأتين مضاف إليه وايهي هل كاوحا كوكا ماضي مثنى ملحقيس مثنى سيد الله عرابي اول بوادقر نيسي ملحق بزيادة كوكا او شن لفظي ايان لها ليشيا مثنى شن تا لفظي افر مصنف كاقوري هل لو كتغي هل كوكتغي ومسمى به واكي تثنية مقع لغدك تيوي يأفرت أو قري إثنان يأثنتان يكلا يكلتا أفرت المصنف كأو قري
iyo kan uu ka tagay shantaasi saddex kamid ah bila shartin way maashi lagu arkaa musanna ibn al-haq u yihiin wa ithnaani ya ithnaani ya musammabihiga uu ka tagay labana ha sharti bay leeyihiin kala iyo kilta ismi damir in loo idaafayo ayaa sharti ah hadii aan damir loo idaafaynina ismi dhaahir loo idaafayo musanna ibn al-haq uma noqonayaan xaraka muqaddara la i'raabiyo ismi mu'tal alif ku jiranay noqonayaan xaraka muqaddara la lagu i'raabiyo warkooda halkaas ku dhan yahay فإن أضيف إلى الظاهر وأن يشيء وايه وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء عاو هل كان نوجو يوسف نقول بدني أبيات دي ما ربنا إلى المعنى ينو بركة أبيات دي الله صوبها قفل بأبيات دي هدي أرسله أبيات ده واحد كلام معها ملحق المثنى هي شنطة هي هدي الآن شيء جيي وبالو جمعية وحي شرط له وحي شرط له هنا والوعدي وأنت كليه بركة إلى الله حفظ يا مهمة الله حفظيه هو نسوي دريا وسدح بيت سدح لا بيت الله حفظيه هو معنى هذا هو فلوديها أنا مرينا يا كده ولا ثابي إن شاء الله وألحقوا الفاد مرك عن دينا قريو وألحقوا المثنى خمسة كلا كلتا وما سمي وثنى وثنتا لكنهم في الأولين اشترطوا إضافة إلى الضمير فاعلموا وما سوى هذين جاء مطلقا عن التغييد بالذي قد علق كو عليو وألحق المثنى خمسة كلا كلتا وما سمي وثنى وثنتا لكنهم في الأولين اشترطوا إضافة إلى الضمير فاعلموا وما سوى هذين جاء مطلقا عن التغييد بالذي قد علق معنيه دغايسته برك والحقوا وحي هليشيين نحويينتي وحي هليشيين المثنى مثنى وحي هليشيين خمسة شن شن اي مثنى هليشيين او سيده مثنى هي اعرابين مثنى في عنا امهين كلا يا كلتا يا وما كي سمي مغع لغا دغتي يا وثنى يا وثنتا شن تاسي هليشيين والحقوا وحي هليشيين المثنى مثنى وحي هليشيين خمسة شن كلا يا كلتا يا وما كي سمي مقع لغدكت مثنيه مقع لغدكت يا وثنى يا وثنتا لكنهم نحويين تي اشترطوا وحي أشرطيين في الأولين اللي بدأ هوري وحي أشرطيين والله بدأ وكلا يا كلتا لكنهم نحويين اشترطوا وحي أشرطيين في الأولين اللي بظهر وحي أشرطيين إضافة وإضافين إلى الضمير ضمير الله إضافية ضمير إن الله إضافية أشرطيين فعلموا أقادة لمن يهود أرنكاس حشكلنا لكنهم نحويين اشترطوا وحي أشرطيين في الأولين اللي بظهر وحي أشرطيين إضافة وإضافين إلى الضمير ضمير الله إضافية فعلموا أجاد وما وحى سوى هذين لبدا كسوهاري لبدا يهوري وحي كسوهاري كلا يا كلتا وحى كسوهاري وسدح دي كلا يا قرو اثنان يا اثنتان يا مسمى به جيواي وما شيء سوى هذين لبدا كسوهاري جاء ويمي مطلقا ايدو لغا سيدايي لغا اطلاقي عن التغييد الى الوحره بالذي كي قد علق لبدا يهوري الوحره يعني labadii hore wixii lagu xiray in lagu xiro waa laga siidayay wama sheegi si waa hadeen labadan ka soo haray kila iyo kilta waxa ka soo haray waa saddexdi kale jaa wiin mutlaqan hal u yahay mid laga idlaaqay oo laga siidayay ani taqyiid in lagu xiro ayaa laga siidayay bil ladiki qad uliqa labadii hore lagu xiray in la fahmaan u maleeyay والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.